السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة مع هذه اللي هي يسموها الأنتوريوم كينج أوف ذا جانجل. طيب، لأنه البعض بيسألني يقول لي أستاذ ليه ما نزرع في أحواض كبيرة؟ اللي بيحصل لما أنت بتزرع في أحواض كبيرة، شوف كيف جذور النبات تبدأ تتعفن عندك وتتلف. حوريك الحوض اللي هي كانت مزروعة في قديه حجمه، شوف وما زال في جذور متعفنة، لكن الحمد لله في جذور سليمة، اللهم لك الحمد والشكر. للأسف هذا كسرناه. الحين أوريك الحوض اللي هي مزروعة فيه. هذا الحوض اللي هي كانت مزروعة فيه حجما كبير، شوف كيف جذورها بدأت تتلف عندنا، مع أنه شوف التربة فيها تهوية عالية جدا، فيها اللي هي حجر الهيدروتون وفيها بيرلايت وفيها نشارة خشب وفيها كل ما لذ وطاب في التربة، ولكن بسبب كبر حجم الحوض للأسف كانت الجذور عندنا بتتلف. طيب تعال، أنا بشوفك خايف من بعض المنتجات تبعنا، هنستخدمها مع نبتتنا الجميلة هذه. هنا طبعا زي ما انت شايف بنحاول ننظفها من التربة القديمة والجذور المتعفنة حقتها اللي كانت عليها، بنحاول نعفنها، نحاول نتخلص منها زي ما انت شايف. يعني هي في كمية ما شاء الله تبارك الله من جذورها أمورها طيبة، بس أنا أبغاها تكون كويسة، وبعدين هحط لها مبيد فطري طبعا لأنه لعبنا في جذورها بهذه الطريقة. أوكي. طبعا هنا قدر المستطاع ما شاء الله تبارك الله نظفناها وأمورها طيبة. طبعا هذه التربة القديمة سنتخلص منها بصراحة، سنتخلص منها. يلا تابعني عشان أوريك منتجاتنا اللي إحنا حابين نستخدمها. وحنبدأ أول حاجة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح اللي هو لحاء الصنوبر، وهذا شكله لحاء الصنوبر، وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح كيس الفيرموكولايت، وهذا هو الفيرموكولايت، وحنجيب الحصى اللي هو خاص بزراعة الصبار وبزراعة البونساي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نفتحه، وهذا شكله، وهذه اللي هو يسموه فحم قشور نبات الرز أو الأرز. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتحه. هذه كلها طبعا المنتجات يا أخواني متوفرة كلها لدى صديق البيئة. طبعا هذا هننزل بشويش، شوف كيف شكله. قشور الأرز أو فحم قشور الأرز. طبعا هذا خليط الكوكوبيت اللي عرضناه قبل كده عندنا. طبعا عشان اختصار الوقت، هو قيد مفكك عندنا هنا مضاف له البيرلايت، فصار عندنا 5 أنواع من التربة هنخلطها كلها متوفرة عند صديق البيئة. تعال معايا نشوف كيف هنخلطها. هذه شوفوها الخليط، الحصى والفوركوملايت خلطناهم كلهم الفوركوملايت مع بعض، مع النفسية لازم تكون كويسة ولا ما ينفع التصوير. فيرموكولايت مع الكوكوبيت مع البيرلايت مع الحصى مع لحاء خشب الصنوبر، هذا هو الخليط اللي أعطانا هو، اللي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نزرع فيه اللي هو الأنتوريوم تبعنا اللي هي King of the Jungle. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نضيف الخليط تبعنا على هذه النبتة. يعني يعلم الله يا أخواني أنا بصور لكم محبة في الله سبحانه وتعالى ثم في عمل. أنتوا حبايب قلبي، أي نعم البعض منكم حبايب قلبي ما أخفيكم علما، ولكن البعض للأسف حابب أنه يستفيد وما يفيد. طيب لا منة على الله سبحانه وتعالى. طيب شوف شكل التربة بالله، شوف شوف كيف صارت ما شاء الله تبارك الله حرة من غير ما نكبس عليها من غير أي حاجة. شفت كيف أمورها طيبة ما شاء الله تبارك الله على نبتتنا الجميلة. شوف كيف صارت ثابتة، حوض خفيف. طيب باقي منتج الآن حضيف لك عليه وتشوف.
هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اللي هو السماد بطيء التحلل. تكلمنا عليه سماد ايش؟ بطيء التحلل. سماد ايه؟ بطيء. والله يقول لك الرجال ما يفتح معانا، ما يفتح، زعلان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرش بهذه الطريقة على نباتنا. تقدر تخلطه كذلك بهذه الطريقة، كده صار عندنا سماد بطيء التحلل موجود. هنجي نقول لك الشغلة الأخيرة، هذا اللي هو فحم الرز. نقول بسم الله وحنضيفه بهذه الطريقة الطبقة النهائية من فوق. فهذه المنتجات كلها إذا حابب أنك أنت تحصل عليها فهي متوفرة عندنا. أي نعم هيكون السعر، أكون صريح معك، عالي، ولكن هتمتلك نبتة صحية 100%. وهذا الشكل النهائي ليه، ما شاء الله تبارك الله.